مرحبا بأبنائنا الطلبة في جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، مرحبا بكم في كلية اللغات الأجنبية وبصفة خاصة ومميزة بقسم اللغة الإسبانية. تتكون الكلية من 4 أقسام، وهي قسم اللغة الإسبانية، وقسم اللغة الإنجليزية، وقسم اللغة الفرنسية، وقسم اللغة الألمانية، مع وجود فرع للغة الروسية، ويتوافد عليها سنوياً ما يزيد على 5000 طالب. Hola, buenos días. Soy estudiante de L1. Os invito a estudiar español. ما على الطلبة الراغبين دراسة اللغة الإسبانية سوى الحصول على شهادة البكالوريا في شعبة اللغات الأجنبية؟ يحتوي قسم اللغة الإسبانية على 45 أستاذ وأستاذة وأكثر من 10 أساتذة متربصين، كما نحيطكم علما أن هناك أكثر من 600 طالب مسجل دارسا للغة الإسبانية سنويا. Hola, ¿qué tal? Yo soy estudiante de L2. Os invito a estudiar español. Sois bienvenidos. Hola, buenos días. Soy estudiante del L3. Yo os invito a estudiar español. يتكون هذا التخصص من 3 سنوات مقسمة إلى 6 سداسيات كجذع مشترك، تدرس فيها المقاييس التالية: آداب إسباني، حضارة إسبانية، لسانيات، علم النطق، تعبير شفهي، تعبير كتابي، وقواعد اللغة. بعد استكمال هذه 3 سنوات والحصول على شهادة ليسانس، سيكون بإمكان الراغبين مواصلة مسارهم الدراسي، تسجيل أنفسهم في الماستر والتخصص في المجالات التالية: تعليمية اللغات والأدب والحضارة الإسبانية والإسبانية الأمريكية واللغة والثقافة واللسانيات. Hola, buenos días. Soy estudiante de Master 1 y os invito a estudiar la lengua española. Hola a todos. Soy estudiante de Master 2 de lengua española y os invito a estudiar la lengua. Buenos días a todos. Soy estudiante de español matriculada en doctorado. Os invito a estudiar la lengua. Hola. Bienvenidos a todos al departamento de español. Soy profesora de español y os invito a estudiar la lengua. En nuestro departamento disponemos de un anfiteatro y 14 salas para más de 500 estudiantes, además de una riquísima biblioteca con una sala de lectura. ¡Os esperamos! للمزيد من المعلومات نرجو منكم زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة www.univ-6oran2.tz. متمنيين لكم قضاء أحلى السنوات الدراسية بكليتنا بمزيد من التوفيق والنجاح والسداد.